السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي تلاميذ الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في نموذج لمادة أسئلة الرياضيات امتحان نهاية السنة 2023. هذا نموذج لأحد المدارس. السؤال الأول، أجب عن فرعين فقط. اكتب العدد بالصورة الرقمية 2 زائد 0 زائد 300 زائد 0 زائد 40 ألف زائد 100 ألف زائد مليونين زائد 44 مليون. باء، يأكل الأسد في الوجبة الواحدة 7 كيلوغرام من اللحم، كم كيلوغرام من اللحم يأكل الأسد في 250 وجبة؟ جيم، قارن بين الكسور الآتية مستعملا أصغر وأكبر ويساوي فاصلة 882 بالألف أكبر منه، يعني دائرة 980 بالألف، 902 بالألف، واحد فارز 293 بالألف. السؤال الثاني، أجب عن فرعين فقط. قرب العدد الآتي التي تحته خط. هذا العدد اللي هو 4,264,059، جاي الخط جوا المئات الألوف اللي هي 2. ثانيا، هذا العدد اللي هو 600,639,501، والخط جوه اللي تسع بالمئات الألوف اللي هي 9. حل الجمل التالية، أولا 3000 تقسيم مربع يساوي لنا 500، ثانيا مربع تقسيم 40 يساوي 100. جيم، جد الجذر التربيعي للعدد 512 و216 لواحدة فقط. أجب عن فرعين فقط. أكتب العدد بمئات الملايين، 60 مليارا، 590 عشرات الملايين. جد ناتج ما يأتي، أولا 6 عدد صحيح و1 على 7 زائد 8 عدد صحيح و1 على 5، ثانيا 789 بالألف ناقص 236 بالألف، ثلاثة 5 عدد صحيح و113 بالألف زائد 13 عدد صحيح و768 بالألف. جيم، جد المضاعف المشترك الأصغر ميم ميم ألف للأعداد 6 و3 و9. أجب سؤال رابع، أجب عن فرعين فقط. حدد إن كانت المستقيمان متوازيان أو متعامدان أو غير متوازيين أو غير متعامدين. عندي المستقيم الأول شوفوه، والمستقيم الثاني الدرج، والثالث الساعة وعقارب الساعة. فرع باء، ينقل قارب 720 صندوقا من البضائع في 45 يوما. يقول سامر ان القارب ينقل 15 صندوق يوما تقريبيا، هل اجابته معقولة؟ جيم، جد قياس الزاوية المجهولة. هذا عندي مثلث 75 في 70 الزاوية المجهولة، وهنا عندي متوازي الاضلاع 110 و110 و70 والزاوية هاي مجهولة. السؤال الخامس، كم أسبوع في 27 يوم و42 ساعة؟ سؤال خامس فرع باء، قرر 89 بالألف إلى أقرب جزء من المئة، إلى من جزء من 100 ثم إلى أقرب جزء من العشرة. هذا كل ما موجود في أسئلة الصف الخامس ابتدائي. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، والسلام.